الحمد لله. السائل الكريم يسأل يقول: واحد من الخليج كان رايح الإمارات وكلم شخص قال له خذ هذه 100,000 أعطيها لفلان بدولة الإمارات، والرجال أخذها وهو في الطريق مر بسوق الإبل ووجد ناقة ب100,000 واشتراها، وأول ما شراها أجوا ناس وربحوه وأخذوها ب350,000. أخذ الفلوس أعطى 100,000 لصاحبه، وال 200,000 و 250,000 حطها في جيبه. عرف صاحب المبلغ بذلك، فما هو الحكم؟ الحكم أن المال والربح كله من حق هذا الرجل. 350,000 من حق صاحبها الذي هو في الإمارات، لأن هذه أمانة، وهو هذا يسمى البيع الفضولي، بيع الفضولي. فإن أقره على ذلك، مثل حديث عروة البارقي، النبي أعطاه ريال ودينار وقال له اشتري لنا شاة، فاشترى شاة وباعها بدينارين ورجع النبي بشاة ودينار. فإن أقره على ذلك فله ما ذلك، لكن إن لم يقره فالمبلغ كله 350,000 من حق هذا الرجل الذي هو في الإمارات. صلى الله عليه وسلم.